انا بذات دي الموضوع ممش النيخ ديري خيج الموضوع حساس وجبو الحساسية محمد علوي حساس سما وذا سيطرق حد الطاس واخا سيسيوير حد الطاس واخا انه يتغي ماديج وسنتل نخديج الموضوع دعفنا الطاس يرقف ثاشيث يريفيين ذي رجر انسن من يعني الموضوع هو الموضوع العقار خميني نتسوار سماخ العقار ذي يعرف طبيعة الحال ذي المغرب وجبو الشغر الناخ وجبو رهم الناخ ذني تنس سوار في العقار نيخ المافيا العقار ذي ثمواتنا الريف بالضبط ذي هندام الحسيمة ذي النضوى ذي بعض المناطق النغني لكن بالخصوص النضوى ذي الحسيمة كذي هندام مهم ذي نجن السياسة تنهجيت نومي قان ما يسمى بالمياه والغابات أمزوارو قبر ما ذي نيخ شموار يخصي ذي نيخي شموار قبر ما بذيخ ذوك سنتل أنه ذين إجل العلاقة طم قرانت استعرفت وطيدة جاء ما يسمى المافيا العقار ذو المحافظة كذلك المياه والغابات إذا نسمى ثلاثة العناصر تشكل إجن ثلاثي نزمار أثنى اعتبار من أخبث وأفسد ثلاثيات إجنهارا نخ إزيتعانا أعرف ذريفيا نروقتها ما يميع نكوري الجن يتكماري ونغنيع نكوري الجن يسرق شك يونغني مكوري الجن خميش دغي ووث واسا إرقاشك دون نغني تعاوذج تسا إس يورايش ويسترتا ربونياتي تاويج تكاو إذن ينا ذي جن ثلاثي الإجرام ذي جن ثلاثي الخبث طبيعة الحال من يتيري مارة تحت يجن سما حطو نيخي جن الحماية مقصودة مدروسة من قبل الاحتلال العلوي ضمارة من غاسي قنان نسور ذا خاصة خل جانب سما القضاء ذي المحاكيم اكتشن سما يجحطو يجحط نطاس الثلاثية المقدس الفاسد المفسد اكجان ذي جن فيروس ذي جن خنزيا ذي جن السرطان ممش النيخ يتعانى الزيس ويذوذ عارفية تعانى الزيس ريفيين تعانى الزيس حتى ثمواث ذو شار ناريف استمازيخت سما ديجن العملة سما ماشي وجهان ولكن ثلاثة مذمون نيجن العملة لعملة واحدة ممشي النخر خوم كوري الجن يتكمر ونغني والهدف نسن من يعنى هو ممشي غيقن الستولان أذشان ثمواث إريفيين مهم ينا غاسن التصن الطرق إذا خدمن مشاذين ثلاثة عناصر أساسية تعتمد خسن تعتمد نخسينا ذي الخدمة سن باش ضوضن أذك سنتي مورا إريفيين أمز قارب أمز زوارو يتعلق الأمر التحفيظ وميخسديني تحفيظ ما مش نسن إريفيين 99% إريفيين ثمواث إغاسن الجستيد جدس أرمي الطوض نهارا غا الجيل أم جارو يعني فقط غاس رشوة غض غاس الشهود إلا ثمواث نسن ما شوذين حد نيخ الأغلبية الساحقة وغاسن هو ما يسمى بالمحافظة إذن العصابة العلوية تعتمد النقطة يا التحفيظ باش أذاش تكس ثمواث ما روش تكيس ثمواث عشت السوض غل محاكيم أتقيم ذسمة ذي سقوسة ذي زيران أرغث من لذة عيف ذا تسمح ذي كورشيات تيوان أطع خذو ذمانيني إيازو الاحتلال العلوي ذي قوذ من نس يتمثاليت إجان المياه والغابات إذن من تقنينا تسند
تسنجد غث مواث يعني ثم مواثي ريفيا الأغلبية نسن أقاين دادي أوروبا إتقذيس إنو ميقان وارد يمونتيا إتزو ضيس رسجوا إتقذيس أزرو مستقبلا أتف وزماد أغاس تدفذ وزماد أخس تسيورد وزماد تبنيد وزماد تصغل وزماد تزنزل يعني استمزيغ تقناش إجن تصناف إزيش تجان وزماد أتصرفض ذي ثمواث النش إذا جدي الجار جدود النش. إذن أواني التحفيظ يتسد الإخلاء. من عنا الإخلاء هو وخطر ثمواث النش غاك ذيست يعني الزيتون نخضر سجوا يتسد القرار زي المحكمة أتسمح ذي ثمواث النية التخريب التجذ أوانس ويسترثا وذوانيتا إقجان سما أكثر خطورة من يعني مثلا دائما شين تسرام يجن الأسطوانة يجن الديسكو يتعود ذي الإعلام الاحتلال العلوي من يعني الديسكو هو ما يسمى بتنمية ما يسمى بين قوسين بالعالم القروي أول رد قديم يتعود سما مكورث ورات نتسرياس نزاريث نتوارد دي الإعلام الاحتلال العلوي مشى على أرض الواقع وانتفردي جن التنمية ذي العالم القروي اكتشكال يمكن 90 دي مياز المجموع المساحة من بلاد الريف لأن من السوار الريف ذي السنين تندام نزمع رمتن تعتبع تندام مرا نبلي النضاء التندينت الحسيمة التندينت مشى 95 ديمية انتمواذ المساحة نعرف من تعنى هو انتفيت العالم القاروي يعني السمازيغ ذر كان بوث إذن دولة قاع تنمية العالم القاروي ما شايين ومقان المحافظة نيخ ما يسمى بالمياه والغابات نهجن السياسة عكس الشعارات تكسير إكسي الاحتلال العلوي مثلا بين قوسين ما يسمى بالعالم نيخ تنمية نيخ ثيومي إركامباواث إريفيين نيخ لأن الشعار يميسي بين قوسين دي المغرب يمون يعني حتى دي المناطق الأخرى إذا مين توقع ذاني تدولة خميش غثا شاع ثمواث النش نيخ أتوضض غالما حكيم ذاني تاتيريد مجبر الدرقض يثبوثني بثمن بخس يعني سيجن تمن ياخص الطاس ذاني تاخذ رضي المرحلة يا التدفن ينو مقال مافيا العقار إذا سنت جن أبريد ينو مقال سمع أصحاب المحافظة المياه والغابات إجند المافيا على المستوى يعرف تجن فيرو إجينو مقال مافيا العقار تسند الصغن خايك ثمواث النيس اثنين فرانك شكمين غاد قاد السبقوا ذانش قانا شو دي كاميرا وزنز ثمواث النيو قاد اشتراح ذي ني مجموعة إيموشان ديار ريف مثلا دي بوسكور ذي مجموعة بحورة النغني ديار ريف نتراح نغيو ذان قانا ساقا إما تفتمنا نيقى ثمواث نسيدنا مهم سيد سني اثنين نشين قواجبون سيدنا سيدي سنين اثنين شين عماس بونيتا ديج المجرم ديج وشفا ديج المسن الحرام عماس ديري سيدي تنخ إذن مني توقي عن ما مش النيخ خميش غسي بقذان من هذا موي غري ويسين قانون السني اللوادين لا القضاء ولا هم يحزنون إقارس كشتاي من يعني من تقسم من تعزوم باش هذي الزنز بأي تمن ومن بعد ذي يوا ماني غيرح ذواذر قارب من مني خرخو ديج نقطة خطيرة يطاس هو أنه انديناش أولا تسمح الديث مواثناش زنوزيت المافيا ويسرثا ما تيسير مثلا 20 مليون نيخ 30 مليون ماكسيموم ماني غاث راحد التراحد غاث ندينت خمي غاث خضرت غاث ندينت مثلا غنى ضواني خال حسيمة ترف ديني الاحتلال العلوي المافيا الاحتلال العلوي سوجدناش ديني إجنفخ من يعني ما يسمى بالتجزئات يعني هذه انتفض العمران هذه انتفض الضحى اجت تقريبا مرة شركات تابعة لمحمد علوي المجرم إذا نشك أتسمح الديث مواث النش
هذا خصها تمزواروت التسد غاد ندينت اتصغد ويخ تصغد تصغد المجرم اعالوي يمكن اشوضنت التمنيات يمكن وضشتي وضنشا يمكن اتعضرض غم قارو اتنغض اكش هاتو ضيد دي المشكل ويسرتها ادخل البنكو اش تسموات النيل اش تارت قيمة خدني وغاك لماني غزد غض لا تمواتي جدي الجرجدود النش راتين عاشين ولا هم يحزنون. إذن ونيتان يجم خنبر خطير يجم خنبر ضعف فن الطاس يتحتاج الزين خاص نسيور الطاس يوذان إريفيا يعني الموضوع هو ذيني مجموعة النماذج مجموعة الأمثلة نسور أطاليون نسور خمارتشيكا نسور بوسكور نتصور مثلا مانيس دوسيغ زي تازاغين على سبيل المثال ربحان تازاغين الجاني يمكن زير بحورة في غاد جسم ما ذيم قررنا الطاس ديال الريف نهارا وغاك بورحق أتبنين يعني 300 مع 400 مترو خيج دي نخربها ما يمي وذا سقسي من يتجان الاحتلال العلوي أديس داج القرار يقابل لي شك سما دي تزغين غاك ثم واثنش سما 100 سنة نيخ 200 سنة ما شو غاك برحقة ذي استبني يقارج ما خصها تبني تبني زكبريد الساحلي تساونت ماشا زكبريد الساحلي تيسات يعني غجيت مواما غربحة وغاك برحقة ذي استبني ما يمي من السبب؟ السبب سما حسب من توراء هو ربحورة ثني مرة نعريف ذيني يني قال قال احتلال على ودي جاي الزنزيثن ذيني يني قال قي جيثن دي التمناني الزنز الشركات في القرانين دي العالم الزيزنت مثلا الشركات من الخليج إمارات دي سعوديان أدسن غاد موات إيريفيان أذي سبنان محمد علوي غادي يسيد تمنيات السعودي سما غادي السنم سما الثقافة نسن الثقافة الجنس وإنهم السنان أضج ذي عني السماش مرة ونهار السياسة الاحتلال علوي ذي الريف إكجان سما التجويع نهار الريف ونتذي جن تمهيد المستقبل باش إيريفيين وغاسني تيري ورد فرانك ندخل ذا مين غاي قوريفي مين غاي قنتريفيين الله غالب نفس السياسين جيت الحسن السفاح المجرم إيقايت مثلا خي مزيغن الأطلس إكساسن كورشي باللعاسن كورشي إيقاسن فقط الثقافة الجنسية نهارا مع الأسف نتف باللي المناطق الأطلس تعتبر تسمى من أكبر المناطق دي العالم إغاد تسن يوذاني يعزون خلموت على الجنسية تاز السياسة يغاي قوان هار الاحتلال على ويقيريفيا او البوادر نيختي فراس مانا يوثي تأكدا هو والو الخدمت والو المستقبل إلا في غاروبا وطنيا كتازي مانايا سما المتنفس ماني تغيريفيا تاران شوية النفس تو يندي جرقوز مغروم هو المريج نهار امريتش قد قواد دولانيخ الاحتلال العلوي اذي اتفق ايقو اسبانيو باش القضان بالمطلق التهريب المعيشي نيخ ما يسمى ممجاز نقانشين قطرة باندو اذا انتينا مارة ذي البوادير مانا يا مارة سمى مخططات ينا مارة ذي صوريفن اقتراحن باش اذهارنا الريف كأفقر جهة ذي اسمها ذي المغرب وخيار الريف ويجيبوا المغرب دائما القريف مشى بين قوسين تحت الاحتلال علوي المغربي نقابل اللي تراحم ذي الاتجاه دارنا الريف كسمى أفقر يجن وقت تغير الريف يتعتبر ذي المناطق يتجنت لباس خاز أنا نعقب مثلا 20 سنة 30 سنة عرفت غادي يصير خدمات ربني
كلشي تعيش شوية منزار شوية ممان شوية متفجاح إريفيين الساني تتعاون نايثما تسندي عريف. المهم الحمد لله توغا عيشن نهار ويقيم شمانية أنزع ويقيم الشات تفجح توالو أمان والو رفني والو خدمة والو المستقبل والو الشركة والو تمنية ذو جروبا ويقيم بويتا إن شاء الله غالب ورداني تايقس الحال دون كاريف أثار ندي جن نحبس يجل المحمية ما مش نخر خد ياس الاحتلال العلوي بمباركة مع الأسف الشديد بمباركة بعض ريفيين يجان ريفيين بين قوسين مع الأسف أقتق التجارة باش غنانا دقن لباس خعروان على الريف ذي المعاناة ذي المآسي ريفيين. إذا ننتقل أنيني باللي الاستيلاء خطموها في ريفيين وذبذبوه الجديد ذيني اني شي قانت بذا ذي سمى اواخر الستينيات يعني زقار فو 1968 تساوند ماشا دير وقت اني توغا دروست نهارا في سي سمى جلن وطيرة استعرفت متسارعة نهارا يدور انا عريف مارا قاين غالمياه والغابات ربحو راثنا عريف مارا قاين غالمياه والغابات نهارا كلشي سمى في مورا يصبح مارا ذي عريف استولى خاسنت الاحتلال العلوي يسي قاسنت الملكية ما رواج واسبو الملكية يتقاش كثير عن كريفين يقارى شود المحافظة شكل محافظة وزما تقول لي أن ذي جن حاجة تقسح دونك صافي غاقض وضع. على سبيل المثال أنسي ورخ قروقو مثلا مارت السلم رغابة قروقو قيج المرحلة يعذان تغت إذباب الناس ذي ريفيين إيش غاس 200 مترو إيش غاس 500 إيش 600 إيش 700 إيش هكتار إيش انتنين يعني وي قيران قروقو تغت ريفيين مشان هارا وثقين بوي ريفيين قروقو كورشي ثكمر أخت ما يسمى بمي يعني المياه والغابات. الغريب في الأمر من يعني أن المياه والغابات ذي تساعد أتق المحافظة 100 كيلومتر 100 هكتار 1000 هكتار ثم وثم الدن تسهل انت خاسبة مش اني خارجينا المؤسسة لتحفيظ المحافظة سعدو ياس المحافظة ضغيا ماشا شك ثم وثنش نجدو ذنش وزمة تقد المحافظة. إذن يدور باش عارف يريق المحافظة يثموات الناس ذي جل المعجزة يمكن أتحذج ذي سبقوسة مثلا نش شخصيا يضايد يضايد سمع عن طريق ثومتا كذيد يعاون ذي الموضوع ومقاخذ قدش الطاس إيجن تومات زي أي سشا يخسر يبنى إيجن تدات يخف الناس دي ثمواثنس زاد ماني نوض ماني نقو إساس مسكين لجوع يبدأ يتقدساس ويغاز دغياسن تصورف ماني ثوض الفوضى في بلاد الريف ورام بوقيو يوز دغاس الكورونيل ودي ندارك ودي سيد في الكورونيل ندارك غابنا ذي مسيني وغاك برحقة بني بنت العلاقة بحجة كارس كثمواتا ندولة بنادم ثموات الناس رشواغ الناس يتزدغاس كارس ثموات ندولة. إذا الكوروني لا مارة الوجوه يتمثل الاحتلال على ويذي الريف الأغلب يستفادني مافيا العقار استفادني المياه والغابات استفادني المحافظة باش ذوين مارة ثمواتي ريفيا. مهم
ذين يجن 120 هكتار جيجن جهة تسمى دائما دي عيد شاشا قانس ثفرست نيخ الخاضب خاضب نيخ ثفرست قايد شاشا 120 هكتار ذو قبريد لا وطنية 6209 توغات غاو سبانيو يفغو سبانيو يسعدو تيريفيين يجل مجموعة يريفيين إذو ريفيين نزلو زاني ريفيين نغني زي البداية للخمسينات زنزن تقريبا مار 120 هكتار يريفيين شي يستفد شي يوث أمواتن عادي ما نجا المشكل الجناز الملكية ذي الستينات السبعينات الثمانينات كوري في جلمر ميدا زيقة الملكية ماشا ما مشني غدوك سقواز من 1970 تساونت اذ تفاجئ ان يوذانا يجان دي ثباب نتموث اذ تفاجئ ان باللي ما يسمى بمياه الغابات تزون رس جوا دي ثموث نسم غزا السياسة ما نيستكيش غير فين غاز مواثن نش غون كارو كيش تاوينا كيش شاشن قالاش قانت الزور سجوع نش عكر خاسي ظن دي ذا زغين تو غاتاز دنكور فوارات العصابة العلوية سكان درس جوا انتا حنت الزوفن تو غوات السين دمين تقل واسين خمش حنت مورا دي ذا زغين مارا الزوضة يسن ترس جوا رس جوا نيخ نيقا وجيش نحاشن الزيتون نيخشن نرمشماش نيخشن حاشن تشب إما الصفصاف إما السبرير يعني وينفع فقط باش مستقبلا الدولة كيشتوي لأن ثار ذايس نقاط غير النقطة يعني. إذن ومي غتزو العصابة العلوية 120 هكتار فزوت بخلفية سياسية خاصة أنها ثم واثني تحدد خمريتش سنين قابي خلفية سياسية واخا اذا باش تعزل التحفيظ تتعناش الملكية نتموث الوثائق ادمون فاميليا نشمارال مهم تقسح الطاس باش توضوضة تقد تمواث استقد المحافظة اذا دير وقت النيثني المياه والغابات فمش اني خاجينا تقرع على المحافظة اتيسين مرة ثموات نذس تقل المحافظة يخفنس من موث جيبه المحافظة يقارى شو يد المحافظة شكو زما استوي المحافظة يعني في كلا الحالتين تنوغض وزما تثبتد إلا ثموات نذس وزما استوي المحافظة مش انت تقل المحافظة ما رأي ثموات نذس ما غالي أن العصابة العلوية تعاون نيوية وخا ذين عائلات ذين سمار وشونات ذي بوبريين 100% وغاسن والو سما الفوكت الوحيد يغاسن هو غاسن 3-4 هكتار ذي 120 هكتار ذي نيو ذا المساكين تفكانت الزنزن يجو هكتار ثنين يجات الجنة ذي سعيشن يسي قمت الدار نهارا النغم مريتش تبلع المستقبل والو ثين عاشين والو رخدم ثوالو وراذي ثم واثن نشغم قارو تكسناش وزمات الزنزن وزمات تذلنش واخا اذا نعقب خا النقطه يا باش قبل نعذو زي الموضوعات نسالا اذا المخطط ونزرع الزون رسجوا من قبل المياه والغابات خايت تسقساش كي قارش خاصا نزو قارش كزو معليش اذا مين يتوقع ذاني تدولا في الدكار تسمى في شاشكي سموها عن طريق رسجوان لي ذا اشتارة ذي تمواثنش خميغ عدون يسقوسا أدس نطاوان نشني خذية وننش مثلا أضفاق انت مواثني نخذ الزنزن نخذ عيس بنان واخد النيس حور الدولة فندوت من داش تقا الدولة المافيا مانا الدولية تقارش قثا مواثن ناري خذ عيس رسجوا قدام تقارش وغاك رحكة الزنزن قثا مواثنش ماشي خصي تسرس جوا خدني من داش تساقا تسرس جواني اخمي تصغير سجارني نجنا توري تسجارني زي الشهادات يمكن تاخص خص جواني شغل زنزن
مافيا المياه والغابات حتى في جنس جات سكوغ اجيني سكوغ 3-4 مليون ما راه غاك هي كميه نسجوا اش تسكا 300 مليون خمي غاتزار حتى في التمواثني واتسكي 300 مليون صافي تخسر تنوغ خدمنا تا في الدير المحاكم 20 30 40 سنه اقاديني وذا النهار وفن سما ذي المشاكل نتمواث يقلمو تحفيظ المحافظه سنين عدد غنهار بالله ما كمرن ذين يوذان موذ مساكين كاد طوان سنقوا ذمثن عاد المشكل نسن ويكمل مهم النقطة يا ذم زواروت ضمن ذو أنا ذو أن السجد خل حسيمة ذي شهر يناير ذي نجا إكجا نهار ذم كارو الناس يوش إن شاء الله ذي فبراير نخش غادي نعاش نجيرث الطاس النوذان ذي الحسيمة متضررين أصاص نجن الشكاية لدى النيابة العامة نخذ المحاكم للمحكمة الحسيمة مجيران الشكاية شكاية ابناء يعني بلاغات نسخ البلاغات أن صفغا ربعا ذي نخ داخل الجماعة المحلية ذي الحسيمة من دايسن دي البلاغة تني دايسن باللي الخائن بودرة ذيج الخائن غني الكاتب النائب نسقى يموث وقال اش يموث السبب نموكت الناس من يعني هو ميغيف رفضي حتى نجبد المحاكم الى اخره يبدا سور يموث من دقة البلاغ يقابل اللي بودرة النائب الناس برماد نيس من يموث ونخصبو نجاح فاميليا الناس طار والنص من زي في اخر المطاف نطغي مادي وذان وقعان الزنزن تم واثني وذان قيناس المحافظة مثلا المافيا العقار زرين شان تموات تصبح السقسانة داف الوغاس بالمحافظة تراحن بنان دايسي تيشاسن بودرة ذا النائبة ويموثني تيشاسن توقيع تسنيازن تقاسن تفويت وميد غفقني وذاني ثباب نسان وفين تمواث مارة ثمانز مارة ثبنا وما يقع هذا قد يطرقص شوية الإعلام السيور ندخل شي حاجة أقدي المحاكم وخنشي نسان إلا المحاكم الاحتلال العلوي ويتقرديج الحاجة خاصة وميدينيج الخائن يتعتبر من أكبر خوان الريف يتعلق الأمر سنو مقال الخائن ميس الخائن محمد بودرة نارا محمد بودرة قسم غاريس الاحتلال العلوي لان ذي الاحتمال اضي الطف امشان نيج الخائن نغني قانس الياس العماري وخا وذي الطف ميا ذي ميا اضي الطف نسبيا وخا الشخص هو النائب باش تسلم تاد الممرض فيرميرو حسب المصادر ذي ديوظم قابل لي ونيتا مليونير تصورشك فيرميرو يعب 300 اورو 300 درهم 3000 درهم غاس تيمور غيقروان خاصة دي الصفقة يتواق على شكتازي 80 مليون اكستافد مانا يقا ديجن 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 تنقيت زقيجن نربح الإجرام يتمارسن ربعا دي ريفيا ضد يتمارسن ريفيا واخا غاس حتى ثو ذرين دي اسبانيا دي طنجة مهم واني تايد ور مليونير من زير 40 سنة انت دي المجلس البلدي للحسيمة اتواري بقى خمي غتاد فذ اتيري الخوص ديس العلويين مقصديني مقصديني الدور الدوش فان عنيقا الموضوع عقس سور دخص دي سيمانة ثني عدان برمدة زد نعاوذ او امي سموا للغرابة يأسس يجن جمعية وحدس قناس البحارة الهوات نيخ الهوات البحارة نيخ شان حاج تبو واخا ميسا وزي أكبر المستفيدين زي التمنيات من الاحتلال العلوي يعني هنا ما استفاد المغالي أنهم ذي خدامن أوفياء للاحتلال أنشنس الاحتلال العلوي مرات ورا ذيك نفع يتميك خاشي سعدو ياجد كورشي نسني لا التحقيقة ويقوع ماني
وما لا يو ودي تعقيب شم تحقيق المحسن فكري عماد خمسة الشهداء ما غالي أن المعني بالأمر ما مش النيخي تعتبر من أكبر خوانا إغالقنا على ديارف الموضوع على العقار هذا سنخصص حلقات دي مين ديوسين إن شاء الله لأن ما مش النيخ ذي جن غاذف مرذو في الدايس وزمات نفكر سو إني باش وانت كتايا ورا الطاس أنسبد ذا الموضوع أمزواره.